مشاهدي قناة الحرة وموقع الحرة دوت كوم، أنا توفيق جبران أحييكم من استوديوهاتنا بواشنطن وأقدم لكم آي تك لهذا الأسبوع مع العديد من الأخبار والتقارير والضيوف كلها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. كالعادة نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني itech@alhurra.com. نذكر أنه يمكن مشاهدة آي تك في أي وقت على موقع القناة www.alhurra.com بالدخول إلى وصلة الأرشيف المصور في الموقع، وأيضا عبر الصفحة الخاصة لقناة الحرة على موقع يوتيوب والعنوان هو youtube.com/الحرة. والآن يمكن تتبع أخبار آي تك على خدمة twitter.com للمدونات القصيرة آي تك شو على تويتر. قبل الانطلاق نستعرض معا عناوين آي تك لهذا الأسبوع. أفضل الشاشات التلفزيونية عالميا. التقنيات الحديثة للاتصالات في العالم العربي. شاهد آي تك على الإنترنت. البيئة الافتراضية Virtual Environment، ضيف آي تك سليم خوري. أثناء انعقاد مؤتمر ومعرض تقنيات المستهلكين السنوي CES بداية هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة لاس فيغاس، تم الإعلان عن المراتب العشرين الأولى لأفضل شاشات التلفزيون عالميا لعام 2008. تم توزيع المراتب العشرين باعتماد المعايير التالية: المبيع العالمي، قيمة شعار الشركة، الاستراتيجية العالمية للشركة، بالإضافة إلى توصيات وتقدير لجنة من الخبراء المتخصصين. من المراتب العشرين نعرض عليكم المراتب الخمس الأولى التي أتت على الشكل التالي حسب الترتيب: سامسونج، سوني، LG، باناسونيك، شارب. رغم التقدم الذي تم إحرازه في العالم العربي في مجال الاتصالات والمعلوماتية، يتفاوت استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة بين دولة وأخرى وبين الأفراد في الدولة نفسها. يتحدث خبراء عن الحاجة إلى المزيد من الشبكات الثابتة واللاسلكية للوصول إلى خدمات متكاملة في المنطقة العربية، إضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. حول هذا الموضوع التقت مراسلتنا في بيروت كلوديا أبي حنة كل من محمد عمران رئيس شركة اتصالات الإماراتية، وعامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لمجموعة عمان تل، وخالد بالخيور الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات، وأرسلت لنا هذا التقرير. بلغت خدمات الاتصالات في الخليج وبعض الدول العربية كمصر مراحل تضاهي الدول الصناعية، كاعتماد الوايمكس التقنية اللاسلكية للاتصال في شبكة الانترنت وغير المحدودة بمساحة معينة، ونظام الجيل الثالث من الموبايل. إلا أن هذه الخدمات لم تشمل عددا كبيرا من الدول العربية رغم جودتها وتراجع كلفتها. حسب دراساتنا أن الجيل الثالث هو الآن الأرخص لخدمة الانترنت عالي السرعة البرودباند. هم عموما سواء كان الوايماكس أو الجيل الثالث متوقع أن يتطور خلال السنتين ثلاث سنوات إلى خدمة جديدة اسمها LTE Long Term Evolution، وهو مزيج بين هذه الخدمات. لكن في الوقت الحاضر الأرخص من ناحية التكلفة على المشغل وعلى المستخدم هو الجيل الثالث. تفتقر معظم الدول العربية إلى التنظيمات السليمة لاستخدام التقنيات المتطورة في مجال الاتصالات والإنترنت، وهناك سبع دول عربية لا تمتلك هيئات منظمة للاتصالات تحفز على المنافسة في القطاع من أجل ضمان تحديثه المطلوب. سبق للدول العربية حقيقة بعد الدول الأوروبية في انتشار شبكة الجيل الثالث وما بعده، إلا أن الاستخدام لا يزال محصور في الولوج السريع إلى الإنترنت في المدن والحواضر الكبيرة ذات طابع الفئات المتوسطة الدخل وفما أعلى، إلا أن العائد من هذه الشبكات لا يزال محدود كون أنه التطبيقات التي عادة تستخدم هذه الشبكة الحديثة غير موجودة للآن. هذا الواقع لا يمنع تقدم العالم العربي خصوصا في مجال الأقمار الصناعية التي تغطي العالم العربي إضافة إلى أفريقيا وأجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا، وهي تقدم خدمات البرودباند والهاي ديفينيشن تي في. الشبكات الأرضية الحمد لله من أحدث الشبكات في العالم العربي، وشبكات الألياف البصرية لربط العالم العربي والاتصالات موجودة. إحنا في عربسات عندنا أحدث أساطيل الأقمار الصناعية
أطلقنا قمرين إلى الآن في الفضاء بنجاح، وعندنا مشروع فوق المليار دولار تحت التصنيع لأربع أقمار صناعية. يتحدث خبراء عن ضرورة طرح محتوى أكبر باللغة العربية في شبكة الإنترنت في ضوء كشف شركات الأبحاث عن أن العربية تسهم بأقل من 1% من هذا المحتوى في عالم لم يعد يرصد عدد مستخدمي الإنترنت، بل من يستخدم الإنترنت السريع أو البرودباند. توصف أسواق الدول العربية بأنها واعدة، إنما أمامها تحدي مواكبة التطور المعلوماتي السريع، سواء بتحرير هذه الأسواق أم من خلال إتاحة الاستثمار لشركات قادرة على تخفيض الأسعار من جهة واستخدام التقنيات الحديثة من جهة ثانية. كلوديا بحنا لنشرة أيتك، الحرة، بيروت. للتواصل معنا وإرسال أي موقع أو بلوك خاص بكم تودون أن نعرضه في ايتاك، أرسلوا لنا على بريدنا الإلكتروني itech@alhurra.com. اليوم سنلقي نظرة سريعة من جديد على ايتاك شو على تويتر، من ثم كيفية مشاهدة ايتاك على شبكة الإنترنت خلال موقع الحرة ويوتيوب. هذا هو موقع قناة الحرة، يمكن دخول الموقع بالعنوان المعروف www.alhurra.com. هنا في أعلى الشاشة هناك الأرشيف المصور وهناك البث المباشر. إذا ضغطنا على الأرشيف المصور نرى أن هنا مجموعة من البرامج مقسمة حسب سياسية واجتماعية إخبارية وبرامج الحرة العراقية والبرامج المنوعة. نضغط على المنوعة نرى هنا البرامج المنوعة من بينها ايتك. نضغط على شعار ايتك ونحصل على البث لأرشيف ايتك من الحلقات السابقة. إذن هذا على الحرة.com نشاهد ايتك. ايضا يمكن مشاهده ايتك على youtube.com/الحره. هذه صفحه الحره على موقع يوتيوب، صفحه خاصه بقناه الحره، ومجموعه من البرامج او كل برامج الحره موجوده هنا في هذه اللائحه او ليست. هذه هي البرامج، يمكن ان نرى ان هنا ايتك، واذا لم يكن ايتك في الصفحه الاولى يمكن الذهاب الى سي اول، اي كل البرامج الموجوده على youtube.com/الحرة ومن بينها برنامج ايتك. نضغط على ايتك ونرى هنا حلقات ايتك الموجودة على يوتيوب، ونضغط على الحلقة التي نريد أن نشاهدها ونراها هنا على youtube.com/الحرة. نذكر أيضا أن ايتك هو موجود على ايتك تويتر، ايتك شو تويتر، وهنا يمكن إرسال أي مسج نريد ونرسله إلى المتتبعين لايتاك على twitter.com. إذن ايتاك شو على twitter.com. نتابع معا بعد الفاصل في ايتاك البيئة الافتراضية virtual environment. ضيف ايتاك سليم خوري. تشاهدون ايتاك عبر الحرة والحرة.com ويوتيوب.com/الحرة، والآن تابعوا آخر أخبار ايتاك من خلال ايتاك شو على تويتر. تشاهدون ايتك عبر الحرة والحرة.com ويوتيوب.com/الحرة، والآن تابعوا آخر أخبار ايتك من خلال ايتك شو على تويتر. نعود إليكم مشاهدي ايتك عبر قناة الحرة بعد هذا الفاصل، لنتابع معا الآن البيئة الافتراضية virtual environment. ضيف ايتك سليم خوري. العمليات التقليدية للتطبيقات في الكمبيوتر أو الخوادم servers هي الحصول على عملية واحدة من كل جهاز واحد أو برنامج واحد، ولكن مع تطور الأجهزة والسيرفرز وزيادة القدرة العالية للبرامج أصبح هناك ابتكار جديد يسمى بسيرفر virtualization أو virtual environment، وهو الحصول على عدة عمليات في نفس الوقت من جهاز أو سيرفر واحد. وهذا ما يمكن اليوم الشركات العملاقة والمتوسطة من الأداء المرتفع والقدرة على الخدمات الكثيرة والضخمة ولعدد كبير جدا من المستفيدين في نفس الوقت. ما هي الخوادم الافتراضية Server Virtualization أو البيئة الافتراضية Virtual Environment وكيف تعمل؟ سنتعرف على كل ذلك مع ضيف ايتك لهذا اليوم سليم خوري، مهندس شبكات والمدير الإداري لشركة Pivotal Innovations.
أهلا وسهلا سليم. Hi, thank you for having me. بداية، ما هي الخوادم الافتراضية أو البيئة الافتراضية virtual environment؟ Sure. So virtualization technology is basically the concept of taking your physical server and leveraging that investment so that you utilize it much more for more than one task, for example. So in a typical traditional environment, as you can see in the slide here, you have just a physical server. It could be your existing server. Mm-hmm. And you'll run Windows Server 2003 on it, for example. And on top of that, you have a single application like Exchange Server running mm-hmm. your email. In a virtual environment, you'll take that same machine, perhaps, or maybe a more powerful one, and instead of running Windows on it, for example, you'll run what's called a hypervisor. And this hypervisor will allow you to run multiple instances of Windows Server 2003 at the same time. So you're better utilizing your same machine. It's essentially the next logical step of multitasking. Mm-hmm. Okay. And you have more slides about it to show? Yes. So here's an example of what you would have as your physical hardware here at the bottom. And that physical hardware has resources. So, for example, it has a CPU, it has memory, it has network cards and disks for storage, okay? On top of that, you would run your virtualization layer. This would be the hypervisor by Microsoft or VMware or Citrix, for example. Mm-hmm. This technology utilizes these resources and can assign them to the virtual machines for use by those machines. A better example would be this slide here where it shows multiple resources, okay? You could have lots of different forms of input, for example, at the bottom, or interface cards on the left and types of media on the right. This could be from a collection of different hosts, and all of them can be compiled together and controlled by a monitor, essentially, and be assigned to different virtual machines. إذن هذا باختصار سيرفر فيرتواليزيشن. هل هذا الابتكار جديد ومتى فعليا ابتدأت البيئة الافتراضية للخوادم؟ Absolutely. So I think an important note is that virtualization is actually not a new technology. It's actually quite old. It's been around for almost 40 years. It originally has its roots in the mid-1960s mm-hmm. with IBM mainframe components. So the engineers of yesterday ran into the exact same problems of the engineers of today. They had very expensive mainframe systems. They were being underutilized, and so they needed to find a way to leverage that investment again. So they came up with technology to partition the mainframes into multiple components, essentially, allowing engineers and scientists to do research at the same time, further utilizing that system and that investment. Mm-hmm. Over the course of the next 10 to 20 or so years, the technology really kind of died off. It wasn't quite so popular. And then a company called VMware brought it back to life, so to speak, around the mid-1990s. And they brought it to the x86 market, which is exactly what you and I use every day for our PCs. It's what's considered a PC. Mm-hmm. Okay. So they came out with a product called VM Server. Mm-hmm. And this product allowed you to virtualize your desktop PCs. It brought to market basically testing and development. Okay. Mm-hmm. It was not used for production. As the technology matured, it became adopted into production environments for companies, which is where we are now. ما هي الإفادة الفعلية لمجال تقنية المعلومات من جعل الخوادم افتراضية أو virtual? Absolutely. So there's many benefits that can be had with virtualization. Overall, you're gonna gain quite a bit of efficiency. Green computing is definitely one of the advances that you're going to gain out of this. Mm-hmm. There's accelerated disaster recovery times. High availability concepts, workload balancing, and you'll have streamlined IT as well in general. لنتحدث عن كل واحدة على حدة. الحصول إذن على التقنية الخضراء للحفاظ على البيئة من أحد الفوائد. ما هي بالتحديد؟ Absolutely. So the green computing benefits are quite nice actually. So you're going to have an increased energy efficiency because what it is you're consolidating your environment. Okay, you're reducing the amount of physical servers. When you reduce the amount of physical servers, you have less electricity to worry about, and you have less air conditioning needs to worry about because you have less heat to dissipate. Mm-hmm. So what happens is for every physical server that you virtualize, you actually end up saving about 7,000 kilowatt hours of electricity per year. This translates into about $700 a year in savings per server. So in very large environments, you can see quite a large savings right off the bat. Also, in addition to this, there's advanced monitoring tools that will be released very, very soon that can control all the virtual hosts in your environment. And
in the sense that if they're being underutilized or they're not being used at all, they can actually turn them off. And when the need for their power comes into play and is necessary, they can turn them right back on again. Mm-hmm. And this entire process can be automated, which gives you about another 20% gain in efficiency for electrical usage. الإفادة الثانية التي تكلمت عنها تسريع إعادة التشغيل بعد الأعطال والكوارث المفاجئة. كيف يحصل ذلك؟ Absolutely. So disaster recovery is a big concept for virtualization. And the reason is that in a traditional environment, if you have, let's say, 10 servers in your production environment, you would be expected to have 10 identical servers in your recovery environment. Identical in both the hardware and the way they're built, but also identical in the software. Mm-hmm. So if a host in your production environment fails, you would be expected to recover to an identical host in your recovery environment. If it wasn't identical, this could delay your recovery by several hours or in some cases making it impossible to do your recovery. Now, the reason is because in a traditional environment, the software has a dependency on the underlying hardware. In a virtual environment, virtual machines have no dependency at all on the underlying hardware other than processor architecture, which means that if your production is using Intel, your recovery should also be using Intel. But that's it. Other than that, they don't have to be identical. So the concept gets even better. A virtual machine is represented as simply as a set of files. So you can do anything you want that you could normally do to a set of to any file you could do to a virtual machine. You can copy it, you can move it, you can replicate it, you can back it up to multiple locations. Mm-hmm. So what happens is if your host in your production environment fails, you can very quickly and easily reboot it into your recovery environment by simply copying the file into the new environment. الإفادة الثالثة الجهوزية العالية وقدرة التحمل القصوى. كيف تفسر ذلك؟ Sure. So high availability and workload balancing go hand in hand in a virtual environment. And the reason is because they depend on the concept of a resource pool. So what is a resource pool? A resource pool is essentially a large bucket. You can think of it as a large bucket. Mm-hmm. And in that bucket, you're going to place all of the resources that the company has, all your IT resources. So let's say you've got storage controllers, storage environments. You have memory, CPUs, network resources. You're going to put them all into this bucket. And then you're going to have, let's say, 10 virtual hosts that can run all your virtual machines. Mm-hmm. These virtual hosts will be able to utilize all of these resources to better achieve the end result of this virtual machine, which is to host your applications, right? So using advanced management tools that are available by all these vendors, the tools can monitor the utilization of these virtual machines. Let's say you're running a very popular application on one of them. And it begins to overload one of the hosts that it's running on, okay? Mm-hmm. These management tools can automatically migrate the host off of that, migrate the virtual machine off of the host onto another host, mm-hmm. okay, in real time, live, to better serve the processing that it requires. All of this can be done with no downtime at all. So this is the concept of workload balancing. It says, okay, this host is not able to meet the demands. Let's go ahead and move it to another host that can meet the demands. High availability is similar in concept to what I was describing with disaster recovery. The difference is if they're using, say, a shared storage platform, okay, mm-hmm. And you have to perform maintenance on a particular host that's running a virtual machine. In a normal environment, you'd have to schedule downtime. You'd have to tell everybody, get off the systems. You'd be interrupting end users, okay? And with a high availability environment, you can simply move the virtual machine off of it, put it onto another machine in real time, okay? Mm-hmm. And then what happens is you can simply take the host down, do any repairs that you have to, bring it right back up, and bring everything online. Mm-hmm. So you can, again, do all this live, and it can be automated using the advanced management tools. جيد لننتقل إلى حيز آخر كيف يمكن لترخيص البرامج من الشركات المصنعة أن تتأثر بالخوادم الافتراضية بمعنى أن سنستعمل أقل برامج وأقل servers. Sure. So since virtualization is becoming much more popular, all the major companies have adopted their licensing models to suit a virtualized environment. سؤال آخر end user كيف يمكن للمستخدم العادي أن يستفيد فعليا ويشعر بهذه الإفادة من الخوادم الافتراضية؟ Sure. So the end users in this case really are the companies that are implementing the virtualization technology and the administrators that have to manage the technology for the company. The companies themselves can see cost savings in the long term after their initial investment.
And administrators can expect much easier manageability and automation mostly out of virtualizing their environment. السؤال الأخير ما هي فعليا النظرة المستقبلية للخوادم الافتراضية أو البيئة الافتراضية في مستقبل المعلوماتية؟ Sure. So the future of virtualization will mostly involve, I think, data centers. Right now, it's the concept of consolidating your production environment. The future will probably have virtualization of the entire data center, transforming it essentially into a large resource pool that could be used by paying customers. And then along with that, you'll have kind of a large-scale adoption of those management tools to control the workload and the power management across that entire data center, along with major automation to go across all of that. It fits nicely into cloud computing because the whole concept behind cloud computing is to provide additional resources as demand dictates. Well, virtualization fits nicely into this model because you can roll out additional resources quite easily. Mm-hmm. شكرا سليم خوري مهندس شكرا. شبكات نهاية للمزيد من المعلومات والتفاصيل من سليم خوري يمكن إرسال أسئلة تقنية إلى سليم صحيح؟ info@pvinnovations.com هو البريد الإلكتروني التي من خلاله يمكن طرح الأسئلة على المهندس مهندس شبكات سليم خوري ضيف آي تك لهذا اليوم شكرا سليم أهلا وسهلا بك بآي تك وقناة الحرة شكرا قبل الختام مشاهدينا عودة إلى بدء لنستعرض معا عناوين نشرة آي تك لهذا الأسبوع أفضل الشاشات التلفزيونية عالميا التقنيات الحديثة للاتصالات في العالم العربي شاهد آي تك على الإنترنت البيئة الافتراضية Virtual Environment ضيف آي تك سليم خوري إلى هنا مشاهدي قناة الحرة نأتي إلى نهاية آي تك لهذا الأسبوع قبل الختام نذكر بأنه لاقتراحاتكم أو أي خبر أو أي جديد تودون أن نعرضه في آي تك أرسلوا لنا على عنوان بريدنا الإلكتروني itech@alhurra.com نذكر أنه يمكنكم مشاهدة آي تك في أي وقت على موقع القناة www.alhurra.com بالدخول إلى وصلة الأرشيف المصور في الموقع وأيضا عبر صفحة الخاصة لقناة الحرة على موقع يوتيوب والعنوان هو youtube.com/alhurra والآن يمكن تتبع أخبار آي تك على خدمة twitter.com للمدونات القصيرة آي تك شو على تويتر كونوا معنا الأسبوع المقبل في موعد نفسه أنا توفيق جبران شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء